السلام عليكم. بعد ما شفنا في الفيديو السابق جوج تقنيات ديال حل النهايات اللي هما اكبر اس على اكبر اس والقسمه الاقليديه او المتطابقه الهامه، اللي ما شافش الفيديو يمشي يشوف الفيديو السابق، عاد يكمل معنا الفيديو الثاني اللي هو جوج تقنيات اخرى ديال حل النهايات اللي هما التقنيه الاولى هي استعمال المرافق، ثم استعمال التقنيه الثانيه هي التقطير. دونك اول تقنيه غادي نستعملها هي استعمال ماذا؟ المرافق. سي دونك سي لوتيليزاسيون دو كونجوغي. دونك اون اوتيليز لي الكونجوغي في هذا الكا هذا. شكون هما لي كونديسيون ان اللي غيخليوني نستعمل هذا الكونجوغي هذا ولا استعمال المرافق؟ اول حاجه دائما هي انني غادي نلقى شكل غير محدد. الاشكال غير محدده نعاودو نذكرو بهم: لانفيني في لانفيني، ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه، لانفيني سور لانفيني، زيرو في لانفيني، اي زيرو سيغ زيرو. هادو هما الاشكال غير محدده. باش نطبقوا هاد القاعده ديال استعمال المرافق او ليتيليزاسيون ديال الكونجوغي، غادي ناخذوا واحد ليكزومبل اللي هو هذا. اكزومبل 1. شنو تيقول لي اكزومبل 1؟ دونك اكزومبل 1 عندني لا ليميت دو اكس تانفير 2 ديال اش؟ ديال راسين دو اكس موان 1 موان 1 سيغ اكس موان 2. دونك الخطوه الاولى اللي تنديرها باش نحسب النهايات هي اول حاجه هي عمليه ديال التعويض. التعويض هي النقطه الاولى بكل بساطه. دابا غادي نعوضوا باثنان، نشوفوا شنو غتعطينا لا ليميت عندما يؤول اكس الى اثنان ديال اش. غنعوضوا باثنان، اثنان ناقص واحد ناقص واحد على اثنان ناقص اثنان. اذا دو موان 1 هي 1، غاسين دو 1 هي 1، سيتادير و 1 موان 1 سي 0، 2 موان 2 سي 0. دونك هذا سي اف اي. دونك ليتيليزاسيون ديالاش خصني نقلب على شي ميثود باش نحل هاد الاف اي. دابا عندي المشكل مزيان. اول حاجه باش نعرف استعمال المرافق قلنا هو شكل غير محدد. ثاني نقطه هي انني خصني نلقى الجذر مربع، يعني الغاسين، وجود الجذر مربع. صافي مزيان. دابا شنو قلنا؟ غادي نستعملو الكونجيكي. خصنا نعرفو بعدا شنو هو هاد الكونجيكي. تيقول لك ا بلس بي، الا بغيت الكونجيكي ديالها هو ا موان بي. بمعنى فاش غنلقى مثلا جذر دو ا زائد بي، الكونجيكي ديالها هي جذر دو ا موان بي. لقيت جذر دو ا بلس سي موان بي، المرافق ديالها هي جذر دو ا بلس سي. عندي لو موان هنا غتغير غتولي بلس بي. ما غنغيرش هذا، ما غنغيرش، ماشي هذا اللي غنرد موان، لا ماشي هذا اللي غنرد بلس ولا موان، هذا اللي غنبدل. صافي دونك هنا كان موان، هنا ولا بلس. اوكي دونك غادي نستعملوا هذا الشيء في هذا المثال هذا. دونك بما انني لقيت شكل غير محدد، هذا الشيء تنخدمه في دماغي. دونك غندوز استعمال عمليه ديالاش ديال حل النهايه باستعمال المرافق. دونك شنو هو المرافق في هذه الحاله؟ لا ليميت دو اكس يؤول الى اثنان ديال جذر اكس ناقص واحد ناقص واحد، فين غادي نضربو؟ في المرافق اللي هو جذر اكس ناقص واحد زائد واحد على سيغ لتحت. ضربت في المرافق الفوق غنضرب في المرافق لتحت. علاش اوستاذ؟ حيت فاش نقول لك ا على بي شنو غتساوي ليا؟ ا في سي على بي في سي، ماشي غنضرب غير في سي، باش الا بغيت نرجع هنا غنسامبليفي باغ سي. صافي ضربت الفوق في نفس العدد خصني نضرب في نفس العدد. بما انني هنا ضربت في المرافق دونك حتى لتحت خصني نضرب في المرافق، هي اكس ناقص جوج فاكتور الغاسين دو اكس موان 1 بلس 1. اوكي دونك هادي الى لاحظت شنو هي، هذا هو ا وهذا هو بي، هذا هو ا وهذا هو بي. دونك ا موان بي فاكتور ا بلس بي سي. اشنو المتطابقه الهامه؟ رقم 3 هي ا او كاري موان بي
au carré égale à a plus b facteur a moins moins b. Donc automatiquement, on a dit que il y a la limite de x tend vers 2, dielle racine de x moins 1 au carré moins 1 au carré sur x moins 2 facteur racine de x moins 1 plus 1. Donc je vais dire là, racine. Ok, il y a la limite de x tend vers 2. شنو غيبقى لي هنا؟ غتبقى لي x ناقص 1. x ناقص 1 ناقص 1 حيت 1 او كاري هي 1. دونك هي x موان موان 2. علاش اوصل x موان 2؟ حيت هاد الغاسين غيمشي بهاد الاو كاري وغيتحيدوا هاد الاقواس. غتبقى لي x موان 1 موان، وهادي تولي لي حيت 1 او كاري هي 1، موان 1 موان 1 هي موان 2. صافي؟ مزيان. دونك هنا موان 2 سيغ h x moins 2 sur facteur x moins 1 plus plus 1. Donc, on va voir qu'il y a x moins 2 ou x moins 2. On va simplifier x moins 2 mais x moins 2. Je ne vais pas dire là. Je ne vais pas dire là. Je ne vais pas dire là. Je ne vais pas dire la limite de x tend vers 2. Dialèche. Dialèche. La racine de x moins 1 plus 1. اللي هي غادي نعوضو دابا باثنان، نعوضو بواحد بجوج هنا، جوج موان موان زان هي ان، دونك ان بلوس ان هي دو، دونك سي ان سوغ دو، وهادي هي لا ليميت بالطريقة ديال استعمال المرافق.